FM. الكلمة ليك. نبدأ مع محمود من الحمامات. ألو عسلامة محمود. عسلامة، مرحبا بك على راديو كاب اف ام. بارك الله فيك. تفضل سيدي. مرحبا بضيوفك الكرام. يعيشك. بالله انا حبيت نحكي حكاية الفامين تاعي معناتها. أي. أنت قاعد تفهم معناتها صار جينيراسيون. أنا عندي بابا وعمي، بابا الله يرحمه توفى وعمي مازال حي. أي. من بابا الله يرحمه يحكي لي على عمي حتى الصغرى كان غيور حتى في معناتها في الطاولة نتاع الناس اللي هما الصغار. يعني يحب اللحمة الكبيرة ويحب الحاجة الأكثر وكذا، مني من صغرته معناتها عندي طبيعة اللي هو غيور. كبرت معاه هذيك عمي الحكاية هذيك كبرت معاه معناتها فهمتني. مين معناتها جا جدي الله يرحمه جا باش يقسم على بابا وعمي معناتها البرك نتاعو وين أنا في وسط بلاد الحمامات. عمي كان ديما غيور. الحاجة للكبرى عنده الأنانية معناتها عمك أنانية يعني عاد المشاكل هذيك اللي صارت ورغم اني هذاك الكل بابا عطاهم اي الحرية معناتها في الاختيار معناتها عمي اختار اللي يحبه هو الأرض هذيك عجبته هزة الدار هذيك عجبته هزة هو بعد بابا خذا معناتها اللي صار خذاه بابا أمهم حب يرضي خوه على سيلة الرحم وباش ما يقولش هز لي بايتي هاي يعطيك الصحة هاي ملكنا بعدها ولت مشاكل كبيرة بعد ما خذاه ورغم اللي سجل وفنطوا إلا بوراق ومعناتها بعد اجتهاد وكل واحد خذاه باي وبالطاقاتي ومن بعد عمي زاد عينه بس يغور معناتها على بابا فهمتني. عملنا هكا فما عملنا احنا مدخل بريفي هذا. أمال لك هذا قطايم في 85 هكذا معناتها. بدون أي تكرار. هذا قطايم من بدون رخصة، وكل وقت هذاك كان شوية أنا في الحمامات معناتها ما تبعش البلدية معناتها اللي يبني ولا كذا. هذا قطايم سكر علينا المدخل معناتها الكليتير سكر معناتها الباساج ما عادش نجم وندخل ودعنا إلا بسخينة. أنا ما عادش نجم دخل كرهبتك. كبرت المشاكل. قولوا يا اخوي حل السقاق نتفاهموا قولوا لا حل نحل السقاق تعطيني نار بالداخل معناتها كيما احنا كمين عمي عمل كمين معناتها باش بابا يعطيه معناتها يزيد يعطيه معناتها باش يحلوا ثنيه هاكا لازمك تعطيني ارض ولا عقار ولا اي حاجه يعطيك الصحة. كبرت المشاكل وكبرت مع بابا باش بد روحه تعب بالمشاكل كبرنا احنا انا من الفكر 2009 بس خذيت رخصة تاع بني معناتها 9 سنين متعطل على عمي معطلني على رخصة تاع بني ما كنت حل في البلدية في الاخر جاء رئيس بلدية على عين المكان وحد يحل المشكلة وما حلش مع عمي رئيس بلدية تخف عليه وعطاني رخصة قال يبني على روحك من بعدها قاعد في المشاكل معناته أنا توام 8 سنين أولاد عمي أنا عرضت بصغاري إخواتي عرضت بصغارهم أولاد عمي ما نكلموهمش تجنبنا رأى بيناتنا حيل معناته تسكنوا بحظة بعضكم ما تكلموش بعضكم هذيك المشكلة متاع الورد قسم بالله أنا معايدوا على بعضنا لكن يمر بحد نطلوا عليه لا يعرض واحد نمشيه له أنا استدعيتهم في عرسي طردوني استدعيتهم في وقت أختي قبل عرست 2001 حضينا اللم والشمل ودخلت الجيران والكبار في الحومة وشيء هذا لي أنا الآن حد الآن معناتها مش مستوعب لأن أنا ولاد عمي توان 38 سنة ما عمرنا ملعبنا مع بعضنا ما لعبناش مع بعضنا ولاد عمي ما نعرفوش بعضنا ما نغزروش بعضنا في عينينا كل يوم نتعدوا في النبى بعضنا عليش على الساقية متاع ماء على متر تراب على شنو عليش 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 سيرة الرحمة مش هيك انا غايت صدقني النوم انا رقدوس ساعات نخمم في علاش طيرتينا هذا ما حكيتوش مع بعضكم جمله معناتها انا حكي ولاد عمي كبروا انا اكبر منهم معناتها انت عملت المبادره لكن هما رفضوا انا وقت كبروا ولاد عمي وصل 25 سنه كنت مشيت له حبيت نحكي معاه حبيت نقول له علاش المشاكل هذه ونتلموا وفت علينا ونحن صغار والكبار بابا الله يرحمه وتوفى وخلينا هكذا عمي معناتها الآن عمي نراه معناتها ما يكلمنيش ما نكلموش
بتطالوا في هو خارج وانا داخل. هنا نحب نسألك، نحب نسألك محمود يعيشك، نحب نسألك معناتها التقسيم تاع تاع الارث معناتها صار بالعدل معناتها حتى ليكم انتوما معناتها جوست هو قاعدة المشاكل انكم ما تحكيوش مع بعضكم. هذاك الكل معناتها عميد مخلوقة فيه في الأنانية وقلتك مستغرة. بابا لا بابا لا عمكن مثال معناتها تقسم هو الورث تقسم الورث كل واحد اخذ بايته. نحن زادة وقت توفى بابا الورث اللي اخذها بابا نحن قسمناه احنا اربع اخوات قسمناه بالتراضي ومعنا مرة. ما انت ليش ما تحكيوش مع بعضكم توما زي ما كل شيء تقسم؟ اي شوف انا مره قلت لك جيت نحكي مع ولد عمي ولد عمي بتالبو قال وراه ولد عمي الكبير جاي يحكي معايا في امور كذا كذا وبيش نسامحه كذا قضية عمي قدم بيه قضية بينامني معانتها حاجاتهم حاجة كبرت نسامحون في اختصار بنتي معانتها انا وليس حاجاتهم كسبت بنتي معانتها بنت عمي معناتها المشكلة من عمك ولاد عمك يحبوا يحكيوا معك. اي فهمتني وقعدنا للآن هكايا للآن قعدنا للهكايا نتقابلوا من تلمذة بعضنا ولاد عمي ترسموها بشي عرق كنت الإعلامة معيش ليش أنا زادني وليد معناتها ما مجرد عرفنا كل الأربع أربع أخوات عرفنا لما حدوش عرفتنا وما فهمش عمي عنده كاركتير طيب برشا مثل جينيراسيون معناتها تستيزات ما عندكمش كبير في العائلة نجم يحكي معاه؟ صدقني وانا ما صدقني شوفه عايده صادف. إيمان جامعة مرة وقتبوره من ذلك إيمان جامعة خلف الموضوع حجاج وناس كبار في الحومة بشيء ما أنت البروبلام ما تحلش ما تفعل مشكلة أكيد القطعة زادت فهمت ليه؟ معناتها المشكلة كل فك المشاكل متاع الورث ما ثمش مشاكل أخرين كان متاع الإرث. مشاكل كبيرة معناتها والله صدقني عمي خذا كيما هو كيما حب هو معناتها ومثلاً شيء عمي طل حتى ركه اللي خذا هو باع وخرج منه فرق فيه بلاش فلوس فهمني احنا عمي مش نعيب فيه انا اقول الله يهديه الله يهدي احنا نتمنيه نتمنيه يا محمود انه تتصفى القلوب نتمنيه انه نهار من نهارات ترجعوا تحكيوا مع بعضكم. ايه احنا جلس الحي الدنيا هذه يسب معناتها علاش بعد ساعة اقول ممكن اذاعات اخرى بعد كل لا فك عليا معناتها علاش انا نعرفها ما تطعاد وعلاش ذاتي كل على التخت الدنيا معناتها ما معيد عيد لا عيد قلت لك عيد نسيت هذا معناتها عمي مقابلني من عيد عليه. وإحنا نتمنيه محمود نتمنيه إنه حتى العباد اللي تسمع فينا وفما حالات كما الوضعية متاعكم إن شاء الله يرجعوا يحكيوا مع بعضهم إن شاء الله تتصفى القلوب إن شاء الله إن شاء الله ونسمع من عندك كان الأخبار الباية وإن شاء الله النهار تكلمنا تقول راو سيبون راني نحكي مع عمي ولاد عمي. شكرا لك شكرا لك يا محمود. كاب اف ام الكلمه ليك.